متابعي ومشاهدي قناة مقتطفات، تحية طيبة إليكم. وبعد، ماذا يحدث لو شرب الشخص أمبول الحقن بدلا من أخذ الإبرة؟ الأدوية تصنع بأشكال كثيرة، ومنها الحبوب، الكبسولات، الكابلتس وهو ما بين الحبوب والكبسولة، التحاميل، القطرات، المراهم، الرزازات، الإبر تحت الجلد، والإبر في العضل، والإبر الوريدي. ويراعى في التركيبة الصيدلانية لهذه التراكيب القدرة على امتصاص الدواء من منطقة وعدم تسربها لمنطقة أخرى. فعلى سبيل المثال، نرى في المراهم الجلدية المحتوية على الكورتيزون يراعى في تصنيعها عدم تسربها للجسم كونها تعمل على احتباس ماء الجسم، وكذلك قطرات العيون المحتوية على الأبنفرين التي ترفع ضغط الدم، وغير ذلك من الذي تجدونه مكتوب في احتياطات وتحذيرات النشرة الدوائية. أما الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم سواء الحبوب أو الشراب، فإن الجسم يمتصها وتذهب إلى الكبد، وهناك يغير الكبد من طبيعة هذه الأدوية وهي ما تعرف بعملية الاستقلاب، ويتم طرحها والتخلص منها في الكلى أو في البراز. وهناك أدوية مصنعة بمواد غير قابلة للامتصاص لا يمتصها الجسم، ويكون الهدف منها علاج الأمعاء. بعد ذلك نأتي لموضوع أمبولات الحقن العضلي والوريدي وما تحت الجلد، خاصة الوريدي، فهما يتم تصنيعهما بعناية خاصة ويراعى فيهما عدم تحسس الجسم لتلك المواد نظرا لدخولهم الجسم مباشرة، فكلهم يحدث فيهم الامتصاص بنسبة 100%، لكن إذا تم تناولهم عن طريق الأمعاء سيحدث شيئين. سنشرح أولهما وأبسطهما، هو أن الدواء لن يحدث له امتصاص أو قد يمتص الجسم نسبة ضئيلة منه. أما الشيء الثاني وهو الأخطر، لو أن الأمعاء أو الكبد قاموا باستقلاب الدواء أي بتغيير خواصه الكيميائية، فسوف يتحول إلى مركب آخر ومواد أخرى قد تكون خطيرة ومميتة. فعلى سبيل المثال، تنتج المعدة والأمعاء مواد كحمض المعدة وهو الكلور، وتنتج أيضا الأسيتون وغيرها، فقد تحدث عملية كلورة أو ميسلة لمادة الأمبول فتنتج عنها مادة سامة. وكذلك الكبد أنزيماته تتفاعل مع الدواء وقد تنتج مركبات أو مواد سامة مغايرة لمادة الأمبولات. على سبيل المثال، الأدوية المحتوية على الميثيل فإن نسبة كبيرة منها سوف يستقلبها الكبد إلى كحول.